دائما نطمح بأن يكون حقيقة نسبة الضبطيات كبيرة. يعني أنا ما أدري يعني كم نسبة اللي يضبط من اللي يتم فعلا تهريبه للبلد. هذا الحقيقة يعني أنا أدري أنه لا علاقة بالسعر. إذا ارتفع السعر استأنسوا الإخوان في الإدارة العامة لقطع المخدرات، لأن معناها أن الكمية قليلة في البلد. كل ما ارتفع السعر كل ما كان اسمه جود نيوز. يعني ما أدري أنا هذا صحيح. فهذا السؤال مهم. إحنا حقيقة طموحنا كبير بما يتعلق في مكافحة المخدرات، سواء كان في الإدارة العامة مكافحة المخدرات أو باللجنة الوطنية. إحنا نطمح بأن يكون يعني نسبة عالية من يعني المحاولات هذه يتم ضبطها. يعني ولا أريد أن يعني أقول لكم أن في طرفة في المجال هذا أن واحد طموح جدا، رواية هي رواية، فاستدعى الملك قال أنا سمعت أنك طموح. هو طبعا طماع ريال مو طموح، قام يدابر الملك في ملكه يعني. ها فقال أنا بحد أحط حدود لطموحك، فراح أعطيك نص المملكة. نص المملكة يعني هذا شيء، فطار من الفرح، راح يبشر زوجته كذا. ما طول أسبوع رجع للملك قال يا جلالة الملك أنا الحقيقة من كثر يعني ما استأنست وكذا وما داني أشكرك، تلعثمت ما الربع لساني، بس أنا جاي اليوم يعني الحقيقة أشكرك على هذا العطية الكبيرة، بس عندي سؤال صغير. النص الثاني من حقه حميد صالح الغنام ما قال لي شنو المشاكل اللي امامهم ودهم انهم يحلونها في المستقبل في طريقه عملهم، ايضا الاداره العامه للجمارك كان بودي ان تطرح مثل هذا الشيء. الثاني حقيقه جميل جدا ان يكون هناك تنسيق بين الجهات الثلاث لانها مرتبطه ببعضها، وعملهم مرتبط تماما بعمله من ناحية أمنية وناحية جزائية. لكن أنا بودي أيضا أن هناك بعض الأشياء فيها ازدواجية. ماذا نعمل لفض هذه الازدواجية؟ ما نبي يعني يكون هناك نفقات مزدوجة من هذه الجهة ومن تلك الجهة على مسألة واحدة، اللي ممكن أن تتناسق الجهود فيما بين الجهتين يكون عملهم أقوى. هذه حقيقة مجرد مداخلة وملاحظة حاولت أن أقدمها وليس بطريقة سؤال. حقيقة الأستاذ ما فرض في الدكتور، إحنا التحديات كلها كانت فيها في ورقة العمل، موجودة في ورقة العمل، لكن الوقت كان ضيق حقيقة، ما كنا دائما نتكلم في كل ما لدينا أمانة. بالنسبة للمعوقات هناك معوقات، ولكن لله الحمد بتوجيهات المسؤولين في الوزارة وفي الدولة كلها بإذن الله راح تحل إن شاء الله. في أسئلة ثانية؟ تفضل. مهدي البحراني من مكتب التحرير بالجمارك. هو اللي عندي مو سؤال، هي أمنية يعني، إن يعني الإنجازات اللي تمت عن طريق التعاون ثلاث جهات الأمنية اللي موجودة عندكم يعني واضحة، والحمد لله أثمرت على اللي أنت وشفتوه يعني تو الضبطيات هذه. بس نتمنى إن شاء الله بالمستقبل إنه يكون تتطور شو اسمه اللي هو التعاون، يكون بين ثلاث جهات، إن في تبادل معلومات وبنفس الوقت متابعة المعلومات ومتابعة القضايا بعد ما تتم، يعني يكون في تطور في القنوات الاتصال بين الثلاث جهات. هذا اللي أتمناه. في بما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتناقل المعلومات و يعني الدقة، هناك جهة خاصة أو شركة خاصة قطعت شوط جدا ممتاز في مجال خلينا نقول دقة التعامل الإلكتروني. من ممكن نسمي جهة معينة معجب فيها؟ لأن الحين إحنا في عصر التكنولوجيا، صح؟ تستغربون لما أقول لكم إن الجهة هذه هي شركة السينما الكويتية، ها؟ طبعاً ما قاعد أروج للشركة ولا للسينما ولا ذلك، لكن الحقيقة يعني أنا أعجبت في الدقة في التعامل، يعني حتى لو عندك شغلة صغيرة خلل صغير في الحجز مالك في رقم قضية،
يعطونهم قضيه تتابعها ويكمل العمليه كلها دينارين او دنانير او دنانير، لكن في متابعه وفي حقيقه تحاكم، لدرجه انه ما خذوا طبعا جائزه شيخ سالم العلي في الالكترونيه في مجال هذا. يا ريت حقيقه النماذج الناجحه التجارب الناجحه وبالخاص بالقطاع الخاص هذه تتبع من قبل الجهات الحكوميه، لان اليوم كل الامور هذه تكلمها ما عادت اجيالات فرديه، كلها سيستم متكامل كمبيوترايز. يعني يفترض ان نفس اللحظه اللي ينضبط فيها الاداره العامه للجمارك تدري، والاداره العامه واللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات تدري، واللجنه الوطنيه لوقايه المخدرات تدري، يعني لابد ان يكون في عندنا جهاز مترابط. هذا حقيقه الخلل الان الواقع في الدوله، ان كل جهه قاعد تشتغل بروحها، ويمكن كلها تعتمد على شنو؟ على العلاقات الشخصيه. فلان يعرف فلان اذا يخبره او يتعاون مع فلان، ما يعرف فلان يمكن تعرقل المساله. هذه يجب ان تنتهي، ويجب ان يكون في عندنا سيستم متكامل. في اي اسئله اخوان الجمهور؟ تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور سالم عبد العزيز محمود من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي الدولي. طبعا الـ واضح جدا ان الجهود اللي بتبذل من وزارة الداخلية من خلال الإدارات العامة، وهذه الجهود لو الجهود دي ما بذلتش، تتصوروا بقى المجتمع الكويتي هيصبح شكله ايه؟ يعني الناس دول مخلصين وبيأدوا واجبهم على أكمل وجه. النقطة الثانية اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيها هي حكاية التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة. يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي إن كل إدارة بتشتغل لوحدها، وإيه العلاقة بين الإدارات بتوع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات؟ كنت عايز أسأل العميد صالح إزاي بتعمل خفض الطلب أو زيادة الطلب وزيادة العرض من خلال ثورة المعلومات والاتصالات والتويتر والفيسبوك، إزاي بيحصل عملية الترويج للمخدرات من خلال هذه أدوات التواصل الاجتماعي؟ شكرا جزيلا. وكم أيضا بدنا نعرف هي كم نسبة البطية، كم بالمية؟ إذا كان عندنا أي فكرة، هل هو إحنا بعد نضبط 20%، بعد نضبط 30%، بعد نضبط 50%، أم 80%؟ ما ندري. إحنا في الإدارة في موقع في الإنترنت في كثير من الأمور، إحنا ما نقدر نشرح شو قاعد نستفيد من هذا، لكن يوجد هناك موقع ونستفيد منه في هذا المجال. أما نسبة الضبطية هي المعادلة العالمية تقول إذا كان هناك نسبة ضبطية 10%، فإن هناك 90% دخل. لكن إحنا نأمل إن شاء الله أن هذا الكلام وهذه المعادلة غير صحيحة، لأنه بالدليل ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي كما تشوفون عنده، وهناك تشوفون يوميا في ضبطيات. يعني إحنا ما نطوف أسبوع مرتبط بالكوادر، ما نطوف أسبوع حاجة إلا تجدون أن هناك في ضبطية من جميع الإدارات داخل الإدارة عن المخدرات. يعطيك العافية. أول شيء أبو مشعل أبي أسألك عن اللي قاعد تصيدون. إحنا طبعاً دارج في الشارع الكويتي إن اللي تصيدونهم هذيل مجرد موصلين. إحنا نبي نعرف الشخص الديلر أو الشخص اللي توصل له الكمية. في بعض الضبطيات اللي أنتم تضبطونها مجهولة المصدر اللي يأتي منه، ومجهولة الشخص المتلقي. احنا نبي المتلقي، هل في يعني في آلية تتبع للقبض على هذا المصدر او هذا المتلقي؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني للجمارك، دائما اسمع يعني لما مثلا انا دز محرر اقول ابي كذا او ابي كذا، دائما اسمع انه ما في تنسيق مع الداخلية. أقول له ليش؟ يقول مثلا الضبطية إذا كانت مثلا جاية المعلومة للجمارك زين، ما في تنسيق إلا بعد ما تنصاد هذه الضبطية. ف
يعني هذا لازم اقول لك علشان تصحح لي اذا كنت انا على خطا او شيء. فهل صحيح الكلام هذا؟ السؤال الثالث بالنسبه للنيابه العامه، اذا تسمح لي استاذ، دائما النيابه العامه دائما الطالب باقصى العقوبه بالنسبه للمتهم، نقول المخدرات، انا شنو يصير اذا كان المتهم بريء؟ هل تستمر النيابه في طلب اقصى العقوبه ام يكون هناك شيء ثاني؟ شكرا. اعتقد هذا الميكروفون ما ادري اشتغل شغال. تفضل بالنسبه استاذ احمد على سؤالك، تبي التاجر او المتلقي، حقيقه احنا في اغلب قضايا المخدرات التاجر يكون داخل السجن المركزي وهو اللي قاعد يدير العمليه وهو في السجن المركزي، وبالتالي تضاف القضيه هذه لتضبط على القضايا اللي موجوده داخل السجن المركزي. اما بالنسبه للمتلقي فكل القضايا اللي تصير يضبط فيها المتلقي، يعني القضيه لابد ان يكون هناك تاجر وهناك مستلم. احنا كل القضايا والاخوان موجودين في بعض المكان على ان يسمعون، دائما اغلب القضايا يكون هناك تاجر في السجن، المتلقي يضبط اثناء عمليه الواقعه. الظاهر سجوننا فيهم حريه، يعني اذا كانوا يدير عمليه من المسجون داخل الخمس يزعلون علينا، لكن هذا الواقع، ما اقدر اقول بلد حريات نسعى الى المصلحه العامه. ما ادري في احد من الاخوان في السجن في الاداره عن السجن؟ تفضل. انا هي سؤالي مرتبط للدكتور القتاوى الى المسؤوليات. غالبا ما نسمع ان النيابه العامه او المحكمه اسقطت قضايا بسبب الاجراءات في الضبطيه. فشنو عادة الأخطاء الجوهرية اللي ترتكب حقيقة من الداخلية؟ السؤال الثاني للأخ البركة، إحنا طرحت أن 89% من قضية التهريب تأتي عن طريق مطار الكويت. سؤالي يعني هل هذا مدعاة أن اليوم يعني الحدود، أنا أعرف أن الحدود الشمالية خاصة في العبدلي يعني تعاني داخل الجمارك، وأكثر من مرة سبق أن يعني مسؤولين يطالبون عزكم الله أن تكون في كلاب بوليسية في قضية هذه. هل اليوم الخطر من الحدود الشمالية من تهريب العراق، وخاصة بلد مفتوح الآن، وخاصة الآن سوريا بلد الآن هم عندها إشكالية في قضية الأمنية، هل عندكم استعداد الآن لما بعد سوريا في تهريب، خاصة بعد حرب 2006؟ أنت عارف البقاع شلون صارت كمية الحشيش في الكويت، فهل اليوم عندكم استعداد وتوقعات لا قدر الله أن الكمية راح تزيد على الكويت ولا لا؟ طيب قبل ما نجاوب الدكتور حمود قشان في اسئله بس ما استكملت، يعني في سؤال صحيح. بس في تنسيق بشكل يومي مع وزاره الداخليه مثلا كافه القطاعات، يكون تنسيق طبعا في نوعين من القضايا، طبعا القضيه تكون جمارك اساسا هي يعني ضبطت في نفس المنطقه، الجمارك نفسه من المنطقه تشيل الجمارك، وإذا فيها مثلاً يعني شخص نفسه هو جاي بالشغلة معاه هو بضبط نفسه. في قضايا ثانية في تنسيق يكون مثلاً عندهم هم معلومات، يكون مثلاً هو يديرها عملية المعارضة داخل 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 بلد داخل ديرة، يكون في تنسيق بينه وبينهم مسبق متمرر من خلال الإدارة العامة للجمارك، ويتم الشحنة وتروح عادي ويتم مراقبة طريقهم مع رجال التهريب اللي هو الإدارة العامة للجمارك. بالعكس في تنسيق وفي يوم يجي جميع القضايا ما عدا اللي تضبط اساسا واحد جاي معاه فاضي ينضبط بنفس المكان، هذا اللي يكون اذا صار فيها اختلاف. طيب سؤال الدكتور هشام ما تعلم بالنسبه حق بالنسبه حق المطار، عندنا احنا شويه من الاجهزه اللي هي في الجيش اللي هي موجوده في المطار، تكون الاجهزه موجوده داخل، عندنا مشكلة لازم تنتظر الضغط، ما تشوف الجزء هذا، توصل الحقائق كلها قبل لا انت تنشر عليها، انت جمال قبل لا يعني ما تدري يعني. طبعا الصغر صار في التفتيش عندنا بالنسبة حق اللي تكلمت عن الاثار، احنا عندنا نقطة اثار خاصة في الجمال، عندنا نقطة اثار في الوسيط وجاري حين عمل في العديد. ما يعني ما خير إنه نجد من الواحد سير عندنا ضغطيات في ضغطيات كبيرة ومثلا عندنا كثير من الشمال عاملين استعداد إن شاء الله. أعطيك العافية. في سؤال كان لل. إحنا أول شيء على سؤال الأخ إيه بخصوص أقصى العقوبة، إحنا النيابة العامة ما نحمل إن تينا قضية على كيف نقول والله هذا قاتل وهذا متعاطي ولا. أولاً حسب الكمية،
حسب المحضر، لقينا محضر مثلا مباحث يقول لك والله هذا الدكتور فلاني يقاتل بهالكمية، راح نوجهه الجاب المخدرات او المؤثرات العقلية بناء على المحضر، والسؤال الشاهد اللي هو ضابط المحضر، ومن ثم نقوم بإرسال العينة او الكمية كلها لدار عام الأدلة الجنائية لتحليلها لبيان ما هي هل هي مؤثرات عقلية او مواد مخدرة على حسب التهمة. احنا الحين المحكمة اذا ثبت بالتقارير ان هذه التقارير الفنية ان هذه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية، احنا نشتغل بناء على المباحث والأدلة الجنائية. هذا السؤال اللي خالف اقصى عقوبة من نفسنا قد بحكم اقصى عقوبة. اذا ثبت انه بريء، اذا ثبت انه بريء نقوم باستبعاد التهمة وحفظ القضية. عندنا بخصوص السؤال اللي هو الاخطاء الجوهرية، احنا خاصة كل نيابة ما ينظر في الاخطاء الجوهرية، قاضي الجنائي والمحكمة هي اللي تنظر في الاخطاء، والطعون تكون من المتهم، وترى خاصة قاضي الجنائي قاضي الجنائي لدى ما رأى ومختلف الأدلة يقدر يعتبرها أكثر الأخطاء اللي حسب فلدي هو الصغار الخاطئ. إنه ما في شيء قريبة يقوم باستغاثة وتفتيش بدون أي شيء قريبة. هذا أكثر. لو سمحت بس ما في واسطات، ما في تدخل، ما في تدخل. استاذ بس تكمله للسؤال استاذ. ها عندي يعني سؤال. خلي السلام عليكم. عليكم السلام. بس عميد صالح غنام، ليش ما يكون احتكار الاعمال الاسيويه داخل السجن عن طريق عندهم تليفونات هواتف نقاله داخل، هم يتحكمون بالبلد، تصريفهم يصير داخل، يعني العامل يجي من برا معه مخدرات ما يتصرف بالمخدرات الا عن طريق يكون السجين داخل هو الباكستاني او السيراني يصرفها داخل. انا صار لي 10 سنين اسمع قالوا اذا تم احتكارهم داخل يسممون الماده ويروحون الشباب. وعندي سؤال ثاني هم العميد صار قنام النيابة، أبي اللي تعاطى مخدرات مريض أو مجرم مشكورين. طيب السؤال أنا موجه لمن؟ تفضل. بالنسبة لموضوع السجن حقيقة أنا ما مختصين داخل السجن، طلبنا أن ينشأ قسم لمكافحة المخدرات داخل السجن، ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن ينشأ هذا القسم ويساعدنا في هذه العملية. اما عمليه الادمان فاحنا نعتقد ان هذا الشخص مريض حقيقه، وفي دول اخرى يعني ممكن يضبط للمره الرابعه ويحلون للعلاج. هنا ممكن راي يعني. اخر سؤال تفضل اخي. اخر سؤال. بسم الله يعطيكم العافيه. اول شيء سؤالي موجه حق وكيل النيابه حق القيان، هي امنيه في نفس الوقت وسؤال مغلف ونبي توضيح وتفسير. احنا كلنا عارفين ان يعني علاج الادمان او علاج المدمن شيء صعب شوي، يعني ترى مو بسهوله علاج المدمن، لكن سالفه تكلم فيها الدكتور احمد السندان من ساعه سالفه تنسيق الجهود، يعني احنا كجهه علاجيه او في اماكن علاجيه نتعب مع المدمن حتى نوصله الى بر الامان، نفاجئ اثناء مرحله علاجه بعد سنه بعد 6 شهور ايا كانت المده تطلع عليه قضيه قديمه. انت مساء قلت تفضلت ان في تاخير في الاجراءات، بس مو معقوله تاخير في الاجراءات سنه سنتين في يعني احد المتعافين طلع عليه الحكم غيابي 5 سنين والقضيه كانت من قبل 10 سنين والحاله موجوده والحكم عليه حكم غيابي 5 سنين، يعني من جهه الدوله تعبت عليه والمعالجين من جهه فريق علاجي كامل تعبوا على هذا الشخص هذا. وطبعا احنا لما نساعد شخص ما نساعده بروحه، نساعد عائلته، وكل هذا ناتج وعائد للمجتمع. نصوص ثاني نعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم حكمة القاضي. إذا كان والله القاضي عنده فعلاً نظرة والحمد لله قضاءنا نزيه، ولكن ما في شيء، ما في توابط. فمن البداية ليش التأخير هذا؟ إذا في والله أوكي حولوا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحققت ويا النيابة وخلاص، ليش التأخير هذا؟ ليش هو مدة فاضية؟ فهذا صراحة أنا أقول يعني حرام، يعني
حبيت ان اتكلم صراحه الايجابيات وايد، بس مثل ما تفضل الدكتور السندان ودنا نواجه يعني نتكلم من باب التحديات اللي قاعد تواجهنا والصعوبات والجهود او عدم التنسيق، فيا ليت انها تكون في اجابه. مشكورين. اولا كان انا موني ماني غاضب، انا وكيل نيابه فانا جهه تحقيق بس ودي الغاضي قد تكون اجراءات لان تعرف التغاضي في الكويت على ثلاث درجات او مو تبرير، فقد تضرب مثال على قضيه تخلص في سنه، في قضيه ثانيه تطول يمكن سنتين ثلاث سنين، فعلى حسب القضيه ترى يمكن تطول يمكن لا، في شهود في تقارير في جهات معاونه في لجان، فقد تطول القضيه وانت عارف ان خاصه في القضاء عدد القضايا في تزايد كل سنه يزيد القضايا عن السنه اللي قبل، فقد يكون هذا السبب. شكرا. وهنا نمشي الى نهايه